أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. أنا بصلي من كل قلبي أنه فعلا نور المسيح يملأ حياتك اليوم. في هذه الحلقة رح نلقي الضوء على موضوع كتير كتير مهم، موضوع كتابي، موضوع جميل، موضوع مميز، وموضوع كمان عليه تساؤلات كتيرة، ومعنا الشخص المناسب اللي يرد على هذه التساؤلات. اليوم الموضوع بكل بساطة: هل يؤمن المسيحيون بإله واحد أم بثلاثة؟ حول هذا الموضوع رح يدور الحديث، ورح يكون في أسئلة كتير حول هذا الموضوع. وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة رح نفتح خطوط الهاتف، إذا عندك أي استفسار أي سؤال بكل سرور منرحب بأسئلتك. أعزائي ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.